تتوفر بلادنا على بنية تحتية طرقية وسككية تستجيب للمعايير الدولية، وعلى واحد من أحسن الموانئ في العالم ميناء طنجة المتوسط التي يحتل برسم سنة 2021 ومنذ 5 سنوات المرتبة 23 عالميا والأولى إفريقيا، والذي سيتعزز بميناء الناظور والداخل الأطلنطيك، هذا بالإضافة إلى لتيسير المبادلة التجارية من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها المغرب. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آلية التنشيط الاقتصادي وريادة أعمال والاستثمار والتمكن على المدين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافاً وازدهاراً.